تحياتي للجميع، أسعد الله أوقاتكم حبايبي. رح أكتب اليوم اسم المطرب وائل كفوري كشكل مميز، إن شاء الله يعجبكم. أي شخص بحب أعمل له اسمه بشكل فني أو مميز، أو أعمل له شعار، أو محتاج أني أكتب له شيء بالخط العربي اليدوي، فأنا على استعداد تام. بس يحاكيني على الخاص، أو يبعث لي مسج، أو يتواصل معي على الواتساب حتى نتفاهم على أجرة العمل ونتفاهم مع بعض على الأمور الفنية، وإن شاء الله بتكونوا بخير حبايبي. تحياتي لكم.